بالامتياز. خلاص نلعب بالامتياز احسن من الهودي. بس انت الحارس. لا حبيبي انت الحارس. لا لا انت الحارس. الفكره فكرتي انت. أوه. الحارس. خلاص خلاص انا كان يسموني كابتن ماجد الاول بس لانه احسن حارس. على فكره كابتن ماجد ما كان حارس. ها ما ادري يعني. المهم اصير جرانديزر. خلاص صير جرانديزر. سيب لي 12 قدم الله يخليك. شفت ما تشوفين؟ انت اللي مش فيه. ايه صرخ يسبح يسبح معي. انا كم مرة تدفع قوم 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 عابر هنا ابغى ارجع. شلون ما صادنا؟ صدقني لو صادنا احنا قطعنا تقطيع. بس قطعنا الا يسوي لنا فلافل. والله احنا وش نسوي؟ انا عندي الحل. وش حالك؟ عشان نلعب سوني احسن من هالحال. بس انا الجير الاول نشوف على الشرطان مليون ديش فيها. يمه ايش تبغى؟ بس هذا انت. هذا الجديد 2014. اهو جي خلنا شغله شغله خلص على هنا. بسرعه قبل لا تصلبوني. هو تعال انت كيف ما غششني امس الاختبار؟ وين اغششك؟ ما تشوف المدرسين فوق راسي. يا عمي لا تبغى تغششني. بس انت واحد ما عندك سالفه اصلا. نشوف من اللي كسر راس الثاني. الحين اكسر راس. صرنا قاعدين تحت اللاعبين كذا. ياه. اي. شفت نزل ايش مستك؟ اصلا الحكم كله وياه. اي الحكم كله وياي. اي دافع له فلوس. اي. الحكم كله وياي. يلا يلا. صليتون؟ ايش تبغي انت؟ ايه صلينا. وين صليتون؟ الاذان تو مأذن. اوه ما قلت ليش صلينا خلاص روحي في ريال هني يلا برا. لا هاللعب قوموا تعلمون شيء ينفعكم. انا لله راجعون. صلينا خلاص يلا برا. انا لله وانا اليه راجعون. جايب نوم. نوم خلنا نروح البيت. نوم. جايلك نوم. بعد شوي بتصور ابوك يقول وينك ما وينك. اي ابوك الحزك يا منصور قاعد ما ادري قاعد فكني. اقعد ابوك ترى. اكيد ابوي الحين قاعد على باب البيت. تعال شيله حط. اي شيله حط تراك. ترى ابوك طيب اللعب عليك. اقعد بس بعيد. شفت؟ هذا هو متصل. كل مرة عليه. لا انت ولا ابوك عندكم سالفة. خلنا اروح لاشوف وش يطلع احسن. روح انقل انقل. يلا اشوفك على خير. روح فكني. ما نحتاج وجهك. تتعلم يابا كل شيء غافل عنه وبتنتفع تتقرب من الله وبتنفع نفسك وتنفع الناس وياك. اي يصير خير يصير خير. اقول منصور هلا يابا. شنو هذا السواد اللي فيه؟ ما ادري بس بقوم اغسل. لا لا بغسل يروح. يلا خير ان شاء الله. الله يعينك يا ولدي الله يعينك. واذا غسلت وراح روح نام. الله اكبر الله اكبر. هذا اكيد بعد نام. يا منصور Thank you.
أبد بس ما أدري إيش طالع في إيدي حبوب سودة. عادي أنا وش حساسية يومين نروح. لا بس هذه سودة الحساسية حمراء. شوف. إي والله. أمي كذا حساسية يومين نروح. بس الحساسية حبوب حمراء هذي حبوب سودة. ابن الحلال تسكعك. بدنا لك كلها يومين تروح. من سودة توجه. قوم قوم قوم. وخلنا نخلص قوم. وخلنا نلعب النقيم. أحسن بس هالمرة بكسر راسه. يلا قوم قوم لا تكسر راسي شباب. أوكي أبا أنت تكسر راسي ماكن. أبا أخليك تصيح صياح عدوي. خلصوا الرجال روح منك روح بس منك شبور الحين بتشوف الحين نشوف بس خليه يشتغل شريطك كله معلق يا أخي شريطك كله مشمخ شخنان. يلا يلا ما صلوا بش مصلي طنش على النتين مش تبغي وعد داخل الله يرحمه والديك انت ما تحترم احد لا كبير ولا صغير يما الله يرحم والديك يعني من تشوفين قاعدين نلعب جيتين وتطفشين تبغى تعديني يعني تبغى ننهج برا البيت يعني قوموا صلوا صلينا تعرفين ايش يعني صلينا يلا خلاص انقلعي برا متى صليتم تو الان مؤذن لا انا راجعون تطلعين ولا ايش روحي لا بارك الله فيك يا سود الوجه ربي سلط عليك نار دنيا واخره تروح انقلعي وش سويت وش سويت هذيك حرق مو من شاي يا عمي انقلعت بعد لا افك على عينك الحين فاضي لك انت وياها تدري انا بروح المسجد اصلي مسجد وجهك وجه مسجد الله يرحم والديك خلص نلعب بس فكنا بس ايش فيها همش بس خلنا نقوم نصلي وبعدين نرجع تتكلم من صدقك انت يا عم تقوم تبغى تصلي روح انقلع صلي بحالك يلا روح انقلع اروح اصلي انا هاللعب ده لاحق عليه مع السلامه انا من صدق الاثود تعال تعال ها بروح بشوف المسجد يلا قوم خلنا نصلي وبعدين راح أغني مني ومنك وخاك أشوف فيه قول فقير تعال حسبي الله عليك أنا أخيك على عينك حسبي الله عليك وش جالس تسوي ترى هو غلط مسح ترى غلط طلع وش قاعد تسوي أعوذ بالله من أبويا رجيم أعوذ بالله ترى وضوءك باطل باطل معناته كل ما اصلي لا يا حبيبي انا اصلي وقت عني انا اصلي واصلي احسن منه فخر انت ويا بيه انا لله انا لله مسحف وجهي يا سيدي مسحف وجهي طيب هذا صعب يعني ما عنده اخلاق ما عنده ادب ما يستحي على وجهنا قاعد يكلم واحد اكبر منه كده سموحي يا سيد لا احترام لا ادب حتى وضوء ما يعرف يتوضا Thank you.
انت ما تستهوى شكل ترى انت جاي مكان محترم جاي مسوي لنا ازعاج استحى على وجهك وش فيك انت انت مو رجال اصلا وش جايبك انت هني هالمكان اصلا مو مكانك وحق هالاشكال انت ما تستحى على وجهك قوم اطلع يلا قوم وشك مسوي لنا ازعاج تراك انت انت مسوي لنا ازعاج هني اقول شب ولا انا لله وانا صير مثل أبوك الله يرحمه لا ترفع السيدية يا أخي طار أبوي ما أنشغل أبوي ما أنشغل فيه يصير زي الله يرحمه لا يرحمه شو أطلع لأبوني سيد راسي أخر عني وأخر أنا والله نايل هذا آخر وش فيك من وش فيك من استكرا وش تبغى انت بعد روح من نظر وخلاص استهدي بالله اي استهدي بالله بعدين المعامله كانت بتقدمها تعال تعال يا سيد تعال تعال قوم يا سيد ما ادري درين عند اخوي سبحان الله النزاع رفع الاصوات ما هو اسلوب النقاش او التفاهم او الامر بالمعروف ولازم نكون رحمه ونعطف على هذول الصغار او هذول الشباب هؤلاء شبابنا ومستقبلنا بايدهم معذره شيخنا وانا اعتذر على هذا التصرف ولازم نحافظ على اداب المسجد اداب انا اصلا ما سويت شيء انت ما سويت شيء بس جوالك ازعج المصلين جوال ازعج المصلين وتعدهم مصلين كلهم كم من واحد انا لله وانا اليه راجعون وهالكم شخص ديرين جايين يتعبدون الله حتى لو كان واحد منهم ما يجوز انك تزعجه ان شاء الله ان شاء الله سيدي بارك على راسنا يلا منظور مشان وش اللي في ايدك هذا اللي في ايدي شيخ طالع لي من قبل كم من يوم ما ادري يعني غسلته فركته ما اشوفه طار هذه ذنوبك توب يا ابني توب ارجع الى الله ان شاء الله شيخنا ان شاء الله الله يبارك مع السلامه يلا انت ويا رقم هذي يلا مستعجلين مع السلامه يلا اقول لك جيت احل طلعت غير النموذج غير اللي اعطني اياه من البراشيم ويبغون ايش دخلني وش دخلك يعني وش تبغانا اسوي يعني يا حبيبي البراشيم تكملتها انا اتركب يعني في اختبار اجيب صفر ايش اسوي؟ قوم ادراك قران دعاء شيء انتفع فيه؟ ان شاء الله ان شاء الله بس اخلص الفيلم اقوم قوم قوم يا ليلي الفيلم هذا ينفع لا ويش بفوزون السنه الجايه هذا وين؟ ماشي قول بنفوز فكر فريقهم يعرف يلعب يطلع قم بالحط ترى 2-1 ومن الحكم بعد لا يحطوا تحكيم زي الناس والله يا عمي يا صغير انتم عندكم سؤال فريق افتح لك فريق يا ابا يا
لا فاضي. وش بشيء ممكن التشريح الصور؟ أخوان أنا كم من قطعك؟ واجي وقتم أنا آخر الرجال وأنا معك وين غلط؟ كم من قطعك يا نزبط الموتر و... ايه ما عليك نزبطه. يلا مشينا يلا قوم روح نشتري أداء عشان نشوف أخمون. يلا قوم موجود السمع موجود كل شيء. قوم نشتري اللحمة تيس أقول لك موجود كل شيء. يلا قمنا مشينا شغل سلام يلا قوم. وش فيك؟ ايه وخر عنا. وش فيك؟ ما ها ما لا تفاول علي. ما توخر عنا. وش تسوي؟ صلى الاسهار. الو بسرعه الله يخليك تعال عندنا واحد طايح. هذا اللي بينفعك ها؟ هذا اللي بينفعك. اقول طفه واستح على وجهك تحطن هالغنوات الوسخه ان شاء الله. لا حول الله. الو وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. ايه ايه معاك شلون؟ لا حول الله ولا قوه الا بالله العلي العظيم. لا حول الله ولا قوه الا بالله. مشكور مشكور ما قصرت رحم الله والديك. مشكور مشكور. إنا لله وإنا إليه راجعون. إنا لله وإنا إليه راجعون. لا حول ولا قوة إلا بالله. إنا لله وإنا إليه راجعون. لا حول الله ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. والصاير لا حول الله ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. لا حول الله ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. ناصر يا ولدي ايش فيه؟ اطلعك عن ما يومين. ها؟ تو كان معاي. لا حول الله ولا قوة إلا بالله. إنا لله وإنا إليه راجعون. إنا لله وإنا إليه راجعون. هذا الدنيا Shh.
إلهي وارحمني صريعا على الفراش تقلبني أيدي أحبتي وتفضل علي ممدودا ممدودا على المغتسل يقلبني صالح جيرتي وتحنن علي محمولا قد تناول الأقرباء أطراف جنازتي وجد علي منقولا قد نزلت بك وحيدا في حفرتي وارحم في ذلك البيت الجديد غربتي. اسمحوا لي يا جماعة، أول مرة أجابها الريحة ما قادر أتنفس، لازم واحد وياي غسلة عشان نخلص بالسرعة. لا حول ولا قوة إلا بالله، وش المشكلة دي بعد؟ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، أعوذ بالله من الشيطان. إنا لله وإنا إليه راجعون، وصايا إنا لله وإنا إليه راجعون، لا حول الله ولا قوة إلا بالله. شنو الله صاير؟ ما أدري والله، كذا قبر أحفره ويطلع لي هالمشكلة دي، كل ما أحفر قبر يطلع نار. إنا لله وإنا إليه راجعون. أول مرة صيدني هالمشكلة دي مهمة. طيب خلنا نحفر هناك، يمكن يكون الوضع طيب. نشوف ده. لا حول الله. جهة تاني نحفر. لا حول الله ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. يا ناس تعالوا شوفوا حل هالمشكلة دي. لا حول الله ولا قوة إلا بالله. شنو الحل يا مولانا؟ كل ما حفرنا قبر تطلع لنا هالنار. إنا لله وإنا إليه راجعون. جرب احفر. أنا جرب. إيه جرب احفر. لا حول الله.
تعود من ابليس يا ولادي. احفر احفر جواك الله احفر الله يعطيك العافية. ترحم علي ترحم علي الله يرحم. فيك يا اسود الوجه ربي يسلط عليك ناس انا قايل ان المكان مسكون هني انا قايل لك يا ريال السكن يا ريال ادري ايش من عليك الله صل على محمد لا اله الا الله ذكر الله عليك بسم الله عليك قوم قوم يا ولادي قوم 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 بسم الله عليك بسم الله عليك بسم الله الرحمن منصور يا ولادي اسكت وياه اسكت لا حول الله ولا قوة الا بالله بسم الله بسم الله لا حول الله لا حول الله يا الله يا ولدي قوم يا ولدي قوم قوم بسم الله بسم الله عليك قوم قوم يا ولدي قوم لا اعرف الشباب لا حول الله ولا قوة الا بالله العلي العظيم منصور ايش قاعد تقول صل على محمد صل على محمد يا ولدي صل على محمد لا اعرف لا حول الله ولا قوة الا بالله لا اعرف الشباب ايش صاير يا ولدي امه لا حول ولا قوة الا بالله جيبوا امه جيبوا امه جيبوا امه لا حول الله ولا قوة الا بالله بسم الله عليك يا ولدي صل على محمد جيبوا امه جيبوا امه ان شاء الله ان شاء الله يا ولدي استهدي بالله استهدي بالله صل على محمد لا حول الله ولا قوة الا بالله بسم الله عليك بسم الله عليك جيبوا امه راح نجيب امه نجيب خلاص يا ولدي خلاص صل على محمد خلاص خلاص بسم الله عليك بسم الله عليك الشيطان الرجيم لا حول الله لا حول الله اللهم صل على لا حول الله ولا قوة الا بالله لا حول الله انا لاجيبك انا لاجيبك لا حول الله صل على محمد يا ولدي صل على محمد سامحت انه اداني في حياتي لا حول الله ولا قوة الا بالله بس يا ناصر احنا ما بنقدر ندفنه من دام انت بلسه ربانا عليه ولا برضى عنه حتى الحرب حرقني حرق يا هدية الله يزيد عذاب ان شاء الله ما يصير ما يصير يا ناصر ما يصير هديه يا مولانا ما يصير يا ناصر سامحي هذا ولدش حملتينا في بطن 6 شهور واحنا ناس نختدي في اهل البيت انا ما انا مسامحه لنا تعبني وعذبني في دنيتي يا ام ناصر يا ام ناصر والله العظيم احنا ما نبغى الا بس ندفن ولدك تعالي شوفيه والله العظيم خلاص ما انا مسامحه لنا يا رب تزيد عذابه يا رب انا لله وانا اليه اكرام الميت دفنه يا ام ناصر واحنا نبغى ندفنه استهدي بالله يا ناصر
ناصر روحي عشان الله يلين قلبك ان شاء الله. روحي. لا حول الله ولا قوه الا بالله. لا حول الله ولا قوه الا بالله. رب العالمين نزلت على ناصر، شفت ناصر يتعذب في النار، بس يا رب انك تسامحه وتغفر له، يا رب انك تسامحه وتغفر له. ليش يا مناصر ويرفع شانش في ميزان حسناتش يا مناصر في ميزان حسناتش. الحمد لله رب العالمين. الحمد لله رب العالمين. يا ريوان يا ريوان يا ريوان الناخمدك يا ريوان يا ريوان. الحمد لله رب العالمين. الحمد لله رب العالمين. مشينا قبر مشينا نعود يا الله. اسمع وافهم يا ناصر ابن علي، اسمع وافهم يا ناصر ابن علي، اسمع وافهم يا ناصر ابن علي. اذكر العهد الذي فارقتنا عليه من شهادة أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأن محمدا صلى الله عليه وآله عبده ورسوله وسيد النبيين وخاتم المرسلين، وأن علي أمير المؤمنين وسيد الوصيين إمام افترض الله طاعته على العالمين، وأن الحسن والحسين وعلي بن الحسين ومحمد بن علي وجعفر بن محمد وموسى بن جعفر وعلي بن موسى ومحمد بن علي وعلي بن محمد والحسن بن علي والقائم الحجة المهدي بن الحسن صلوات الله عليهم أئمة المؤمنين وحجج الله على الخلق أجمعين، أئمتك أئمة الهدى الأبرار يا ناصر بن علي. إذا أتاك الملكان المقربان رسولين من عند الله تبارك وتعالى وسألاك عن ربك وعن نبيك وعن دينك وعن كتابك وعن قبلتك وعن أئمتك فلا تخف وقل في جوابهما الله جل جلاله ربي ومحمد صلى الله عليه وآله نبي والإسلام ديني والقرآن كتابي والكعبة قبلتي وأمير المؤمنين علي بن أبي طالب إمامي وفاطمة الزهراء سيدتي ومولاتي والحسن بن علي المجتبى إمامي والحسين بن علي الشهيد بكربلاء إمامي وعلي بن الحسين زين العابدين إمامي ومحمد الباقر علوم النبيين إمامي وجعفر الصادق إمامي وموسى الكاظم إمامي وعلي بن موسى الرضا إمامي ومحمد الجواد إمامي وعلي الهادي إمامي والحسن العسكري إمامي والحجة المنتظر إمامي.
من ربك؟ من نبيك؟ من إمامك؟ إمامي؟ ما أدري. أسقوه ماء. شنو هذا؟ هذه أعمالك، أعمالك يا منصور مع ناصر. عاتب نورك. اشرب من كاسك يا منصور، اشرب. مالي دم. هذا الشي صار من دعوات أمه، وش حالي أنا بكون؟ لا صلاة ولا ديانة ولا هب دنيا لعب وضحك، نسيت كل شي كل شي. كيف بكون حالي يا الله؟ كيف بكون حالي؟ يا رب سامحني، يا رب سامحني، أنا ذنبت بحياتي واجد، ظلمت ناس واجد، يا رب سامحني يا رب على اللي سويت، سامحني يا رب.